قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في المحاضرة السابقة ذكرنا لماذا دراسة السيرة، ما هي الأهداف من وراء دراسة السيرة، ثم بعدها تعرضنا للحضارات السائدة قبل البعثة. حضارات الرومان والفرس والهند وموقف اليهود وموقف المسيحية والمجوس والبوذية، موقف الأرض جميعاً، وقد عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني وصلت الأرض إلى حالة من الفساد شديدة جدا، اقتضت أن يبعث الله عز وجل رسولا ليصلح هذه الأرض ويحولها من الجاهلية إلى الإسلام. ومن فساد في العقائد والأخلاق والمعاملات والعادات إلى صلاح في العقائد والعبادات والأخلاق والعادات، إصلاح غير مسبوق بمثل هذا الحجم وبمثل هذه الصحة. وبعد الانتهاء من ذكر حال الأرض قبل الإسلام، ننتقل إلى أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد سبق مولده الكريم أمور عظيمة دلت على اقتراب تباشير الصباح، وإن من سنن الله تعالى في الكون أن الفرج يكون بعد الشدة، والضياء يكون بعد الظلام. من أهم هذه الأحداث قصة حفر عبد المطلب لزمزم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر، الحجر حجر الكعب،
إذ أتاني آت نائم عن هذا أتاه في منامه، نائم أتاه آت يكون في المنام، فقال لي أحفر طيبة. قلت وما طيبة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد جاءني فقال أحفر برة. قلت وما برة؟ فذهب عني. فلما كان من الغد جاءني فقال أحفر المضنونة. قلت وما المضنونة؟ ثم ذهب. فلما كان الغد جاءني فقال أحفر زمزم. فالظاهر أن زمزم قبل هذا كانت مطمورة. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم. هذا بين يدي رسالة النبي محمد ومولده صلى الله عليه وسلم. ومن أهم الأحداث أيضا أن العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عام الفيل. وقصة أصحاب الفيل ثابتة بالقرآن وبالسنة النبوية. قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية سار حتى إذا كان بالسنية التي يهبط عليها بركت راحلته، فقال الناس خلأت القصواء، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت؟ خلأت أجمع بكلمة حرنت، بركت يعني اتحبست في مكان مش قادرة تمشي. قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، مش من أخلاقها أنها تحرن يعني، ولكن حبسها حبس الفيل. الحديث رواه البخاري. ما هي الدروس والعبر من حادثة الفيل؟ نحن في هذه في هذا المختصر لا نذكر القصة بطولها ثم نذكر الدروس والعبر. فالقصص بطولها أنتم قرأتوها في السير، في شتى السير ومؤلفات السير، لكننا نقع على الدروس والعبر من هذه الحوادث. من الدروس والعبر في حادثة الفيل بيان شرف الكعبة، أول بيت وضع للناس، وتعود هذه المنزلة إلى بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. بيان شرف الكعبة. ومن الدروس أيضا حسد النصارى وحقدهم على مكة وعلى العرب الذين يعظمون هذا البيت، ولذلك أراد إبرهة أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيسة القليس في اليمن، ويصرف عنها الناس ويبقى يحج لقليس. من الدروس والعبر في هذه الحادثة التضحية في سبيل المقدسات. قام ملك من ملوك حمير في وجه جيش إبرهة بيقاوم مع ضعفه وضعف إمكانياته، حتى وقع الملك هذا أسيرا، لكنه نال شرف إيه؟ شرف الدفاع. وقام النفيل بن حبيب الخسعمي ومن اجتمع معه من قبائل اليمن فقاتلوا إبرهة
إلا أنهم انهزموا أمام جيشه لضعف الإمكانيات. لكن هناك خونة من أمة العرب مخزولون. هؤلاء العملاء الخونة تعاونوا مع إبرهة وصاروا عيونا له وجواسيس، وأرشدوه إلى سكة وطرق التي تؤدي إلى بيت الله الحرام. يعني إيه؟ يعني إحنا في الخدمة جاهزين، في ناس للمستعمر جاهزين للخدمة. خدمة مين؟ الذي جاء يهدم المقدسات. فكما أن هناك من يدافع مع ضعف إمكانياته ويستبسل، إلا أن هناك خونة جاهزين للخدمة المستعمر والذي جاء ليهدم المقدسات. هؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع إبرهة وصاروا له عيونا وجواسيس وأرشدوه إلى بيت الله العتيق ليهدمه. حقيقة هذه المعركة بين الله وبين أعداء الله. قال عبد المطلب زعيم مكة: أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. لما قال له إبرهة: ما حاجتك؟ قال له: حاجتي في 200 من الإبل أصابها جنودك. قال: أتترك بيتا هو شرفك وشرف آبائك لا تكلمني فيه جئت لهدمه، وتكلمني في 200 بعير؟ قال: أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. من الدروس في هذه الواقعة تعظيم الناس للبيت وأهله. ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام الذي تكفل الله تعالى بحفظه وحمايته من كيد الكائدين. وأعظمت العرب قريشا وقالوا: هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم العدو، وكان ذلك آية من الله تعالى. وكان ذلك أيضا مقدمة لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مقدمة لبعثة نبي يبعث من مكة ويطهر الكعبة من الأوثان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان ذلك عام مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان، ودين إبرهة كان نصراني، ودين النصارى خير من دين عبدة الأوثان. فهل ترى أن الله عز وجل دفع النصارى عن عبدة الأوثان بينما النصارى أفضل من عبدة الأوثان، ولا هناك معنى آخر؟ المعنى الآخر أنه مش عشان ليس من أجل عيون عبدة الأوثان دفع الله النصارى، بل من أجل ماذا؟ من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي ويطهر الكعبة من الأوثان. فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ الوثنيين، بل كان لأجل البيت ولأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد في هذا العام عند البيت. يبقى من أجل البيت ومن أجل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأي ذلك كان فهو من دلائل النبوة. من الدروس والعبر جعل هذه الحادثة تاريخ للعرب. كانت العرب تؤرخ بعام الفيل، يقولون هذا حدث قبل عام الفيل وهذا حدث بعد عام الفيل، فصار تاريخا.
استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل فأرخوا به. وعام الفيل يوافق عام 570 ميلادية. 570 إيه؟ ميلادية. تضيف على 570 كمان 40 سنة ويبقى إيه؟ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول، نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام البخاري نسبه عليه الصلاة والسلام فقال: هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن النضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. قال الذهبي: وعدنان من ولد إسماعيل بالإجماع، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. لقد كان وما زال شرف النسب له المكانة في النفوس، لأن ذا النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة، نبوة كانت أو ملكا، وينكر ذلك على وضيع النسب فيأنف الكثير من الانضواء تحت لوائه. وطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور ويجعله يهتم بعاليها. زواج عبد الله من آمنة بنت وهب. كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، ولما نجا من الذبح وفداه عبد المطلب بمئة من الإبل زوجه من أشرف نساء مكة نسبا، وهي آمنة بنت وهب. ولم يلبس أبوه أن توفي بعد أن حملت به آمنة، ودفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى الشام فأدركته منيته وهو بالمدينة وهو راجع، وترك هذه النسمة المباركة كأن مهمة عبد الله انتهت في الحياة بالزواج ووضع هذه النسمة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. الحديث رواه أحمد والحاكم وإسناده حسن. ميلاده صلى الله عليه وسلم: ولد يوم الاثنين بلا خلاف في الثاني عشر من ربيع عام الفيل،
مرضعاته صلى الله عليه وسلم. كانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه، أمة أبي عبد الله وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب، ثم حليمة السعدية من بني سعد. وإني لأتعجب من الأسماء التي حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تشوف الأسماء اللي حوله اسمها إيه؟ عبد الله وآمنة وأم أيمن وبركة وحليمة والسعدية. شوف أنت بقى تفسير الأسماء دي كده، يعني كوكبة من الأسماء، يعني كلها إيه؟ يمن وبركة وسعادة وإرهاصات، إرهاصات حتى في مجموعة الأسماء حوله صلى الله عليه وسلم. كأنه أتى ليعبد الناس لله فيصبحوا في أمن وأمان من عذاب الله، وليسعدوا وتعيش حياتهم في بركة ويمنوا. كل الأسماء اللي حول الرسول كده سبحان الله. دروس وعبر. بركة النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة حليمة السعدية، فقد ظهرت هذه البركة في كل شيء. ظهرت في سكون الطفل ولدها، وقد كان كثير البكاء مزعجا لأمه، يؤرقها ويمنعها من النوم. ده مين؟ ولد حليمة. أما دخل النبي هذا البيت كل الأمور استقامت، مفيش إزعاج. وظهرت بركته في الشياه العجفاء التي لا تدر لبنا، وإذا بها تفيض باللبن الكثير. خيار الله تعالى للعبد أبرك وأفضل. اختار الله تعالى لحليمة هذا الطفل اليتيم وأخذته على مضض. لماذا على مضض؟ كل طفل بتاخده أبوه عايش ترجو من أبيه أن يعطيها، لكن هذا اليتيم من سيعطيها؟ الله سيعطيها من الباب الواسع. وأخذته على مضض لأنه لم تجد غيره، فكان الخير كل الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. وهذا درس لكل مسلم، أن يرضى بما قضاه الله له. أثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس وذكاء العقول. قال الشيخ محمد الغزالي في كتاب فقه السيرة: وتنشئة الأولاد في البادية ليمرحوا في كنف الطبيعة ويستمتعوا بجوها الطلق أدنى إلى تزكية الفطرة وإنماء الأعضاء والمشاعر وإطلاق الأفكار والعواطف من أي مكان آخر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته أخذه ملكان وشق صدره وغسل قلبه. حادث شق الصدر ديت حدثت مرتين، مرة في طفولته من أجل الإعداد لينشأ على أكمل الوجوه، وقبل رحلة الإسراء والمعراج إعدادا للرحلة. دي رحلة إعداد وتنشئة. والشق الثاني كان من أجل رحلة المعراج إلى الملأ الأعلى. ما يستفاد من حادثة شق الصدر؟ روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل
وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله. كثير من الناس يقول اشمعنى في مكان ما يتقالش فيه اشمعنى، النبي معصوم، النبي نزع منه حظ الشيطان، النبي لم يقاوم وساوس الشيطان. لكل واحد قارين قالوا حتى أنت، قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قولوا اشمعنى؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات، منها اطلاعه على أمور غيبية سائر المؤمنين لم يروا هذه الأمور الغيبية. أنت شفت جبريل؟ مش كل الناس شاف جبريل. حد تعامل مع جبريل؟ مش كل الناس تعامل مع جبريل. النبي شاف الجنة والنار؟ نعم، في بعض الصلوات رأيت الجنة ورأيت النار، وفي رحلة المعراج رأى الجنة ورأى النار. يعني أمور من الغيبيات التي يجب علينا الإيمان بها، النبي شاهدها رأي الإيه؟ رأي العين. فبعض العلماء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لمقاومة سلبيات وسوء الشيطان وحظ الشيطان، ولكن بعث لإيجاد إيجابيات تنوء بحملها الجبال. ربنا عافاه من مقاومة وساوس وشيطان وحظ الشيطان وكلام من ده، عفا منها ليه؟ قال لك لأنه مطلوب منه إيجاد إيجابيات تنوء بحملها الجبال. رجل واحد على وجه الأرض هيغير عقائدها ومعاملتها وعبادتها وأخلاقها وكل شيء على وجه الأرض سيتغير بفرد واحد. ما هذا الحمل؟ ما هذا الحمل الثقيل؟ فما يتقالش اشمعنى، هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. ولا شك أن هذا التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة وإعداد للعصمة. وقد دلت أحداث صباه على تحقق ذلك، فنشأ على أكمل الأحوال. وتحدث بعض علماء السير عن الحكمة من ذلك فقال: يبدو أن الحكمة في ذلك إعلان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتهيئه للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادية، ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته. إنها إذن عملية تطهير معنوي، لكنها اتخذت شكل مادي وحسي، ليكون فيه ذلك الإعلان الإلهي بين أسماع الناس وأبصارهم إن إخراج العلقة منه صلى الله عليه وسلم تطهير للرسول صلى الله عليه وسلم من حالات الصبا اللاهية العابسة واتصافه بصفات الجد والحزم. كأن ده إعلان للناس عن إنه مطهر ومعد للعصمة ولم يحيا حياة الشباب اللاهي العابس. وكثير من الأمور المعنوية بتأخذ الصفة الحسية الشكلية. يعني لما أقولك إيه؟ سيأتيك عملك الصالح وأنت في القبر على صورة رجل شكله جميل، والعمل الخبيث سيأتي في صورة شكل رجل خبيث. من إمتى الأعمال بتتشكل؟ طب يوم القيامة الأعمال وهي معاني هتوزن في ميزان، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. عاوزين كمان تجسيد معاني؟
تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتا يوم القيامة، أو فرقان من أو فرقان من طير صواف فوق رأس من يحفظهما. من إمتى البقرة وآل عمران طيور؟ لكن المعاني تجسد بقدرة الله سبحانه وتعالى. عاوزين كمان الموت، الموت هو ده معنى ولا جسم؟ سيأتي في صورة كبش يذبح بين الجنة والنار، ليدرك أهل النار أن الموت انتهى، ويدرك أهل الجنة أن الموت انتهى، فذبح. الكبش اسم الموت، والموت معنى من المعاني. فتجسيد المعاني اللي هيعترض على هدية هيعترض على 50 حاجة من تجسيد المعاني. وفاة أمه وكفالة جده ثم عمه. توفيت أمه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين، توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة، وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب، ثم توفي عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم في 8 من عمره، فأوصى جده به لعمه أبي طالب فكفله عمه وحن عليه ورعاه. كانت تلك المحن، وفاة أبوه ثم وفاة أمه ثم جده، كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب مرهف الشعور، فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أضران القسوة والكبر والغرور. وإن أدبه وخلقه مع يتمه دليل على أن الله تعالى تولى رعايته وتأديبه، فسخر له جده وعمه لتهيئة الجانب المادي، بينما التربية النفسية والأخلاقية تعهد رباني ورعاية إلهية. عمله صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم، وكان أبو طالب مقلا في الرزق، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم مساعدة منه لعمه. وقد روى البخاري في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها لأهل مكة بالقراريط، القراط جزء من الدينار أو جزء من الدرهم، خصال تربوية من رعي الغنم. لماذا رعي الغنم؟ وما الذي يستفيده راعي الغنم من الأخلاق؟ يستفيد الصبر، فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمل، وكذلك تربية البشر تحتاج إلى صبر وتحمل. فكان رعي الغنم ضربة ومرانا له على سياسة الأمم، من رعي الغنم إلى سياسة الأمم. ومنها التواضع، إذ طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف عليها، وهذا يحتاج إلى تواضع. ومنها الشجاعة، فطبيعة عمل الراعي أن يصطدم بالوحوش المفترسة واللصوص، يدفع عن الغنم الوحش والذئب والثعلب ويقوم بحماية الغنم
فيحتاج إلى شجاعة، مع الصبر شجاعة. أيضا الرحمة والعطف، إن الراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت أو أصيبت، وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها وعلاجها. فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان. ويستفاد من عمل الراعي أيضا التربية للأكل من كسب اليد، فلابد لصاحب الدعوة أن يستغني عما في أيدي الناس، فبذلك تبقى قيمته وترتفع منزلته. يعني يصيب حاجته من الرزق ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله عز وجل، فلا يحتاج إلى البشر. قال البخاري أو روى البخاري عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. إيش معنى داود؟ كان ملك، والملك مستغني عن الشغل والعمل، ومع ذلك كان يعمل ويأكل من عمل يده مع كونه ملك. حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يعني العصمة مش هو نبي بس، العصمة قبل البعثة أيضا. إن الله سبحانه وتعالى صان نبيه صلى الله عليه وسلم عن شرك الجاهلية وعن عبادة الأوثان والأصنام، فكان لا يأكل ما ذبح على النصب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلتيهما يعصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام أهله يرعاها، قال له: أبصر إلى غنمي حتى أثمر هذه الليلة بمكة كما يثمر الفتيان. فقال: نعم. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة فسمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان يتزوج فلانة، يعني عاملين فرح وعرس وطبل وزمر. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبني النوم وغلبتني عيناي، فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس. فرجعت فقال لي: ما فعلت؟ فأخبرته بما حدث. ومرة أخرى مثلها، قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. هذا الحديث يوضح لنا حقيقتين: أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بخصائص البشرية كلها، وكان يجد في نفسه ما يجده كل شاب من مختلف الميول الفطرية التي اقتضت حكمة الله تعالى أن يجبل الناس عليها. ثانيها أن الله عز وجل
عصمه مع ذلك عن جميع مظاهر الانحراف، وعن كل ما لا يتفق مع مقتضيات الدعوة التي هيأه الله لها سبحانه وتعالى. لقاء الراهب بحيرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام. خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أشرفوا على الراهب فخرج إليهم وجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الراهب: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني لأعرفه بخاتم النبوة بين كتفيه. ثم ناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بهذه الصفة يقتلونه. فرجع به عمه. حرب الفجار. اندلعت هذه الحرب بين قريش وبين هوازن، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم، أخرجه أعمامه معهم، وسميت حرب يوم الفجار بسبب ما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحرب: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم النبل الذي يأتي من الأعداء إذا رموهم بها، وكان حينئذ ابن 14 سنة، وبذلك اكتسب الجرأة والشجاعة وتمرن على القتال منذ ريعان شبابه، ابن 14 سنة. حلف الفضول، كان حلف الفضول بعد رجوع قريش من حرب الفجار، وسببه أن رجلا من زبيد بلد في اليمن قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل ومنعه حقه، فاستعد عليه الزبيدي أشراف قريش فلم يعينوه لمكانة العاص بن وائل فيهم، فوقف هذا الرجل عند الكعبة واستغاث بآل فهر: يا آل فهر، يا أهل المروءة. فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك؟ فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم ابن مرة في دار عبد الله بن جدعان، وتحالفوا وتعاقدوا لا يكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه. ثم مشوا إلى العاص ابن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، فسمي حلف الفضول. وقد حضر هذا الحلف النبي صلى الله عليه وسلم الذي هدموا به صرح الظلم ورفعوا به منار الحق والعدل.
قال عليه الصلاة والسلام: لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا ما أحب أن يكون لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لكن الإسلام فيه نصرة المظلوم من غير حلف، من ضمن شرائع الإسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: خذ الحق منه. ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني. ما المستفاد من حلف الفضول؟ إن العدل قيمة مطلقة، والقيم الإيجابية تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهل الجاهلية، والقيم الإيجابية تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهل الجاهلية. ثانيا، كان حلف الفضول واحة في ظلام الجاهلية، وفيه دلالة على أن شيوع الفساد في مجتمع لا يعني خلوه من أي فضيلة. ثالثا، جواز التحالف والتعاهد على فعل الخير، وهو من قبيل التعاون المأمور به في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابيا فاعلا، لا أن يكون رقما من الأرقام على هامش الأحداث. تجارته صلى الله عليه وسلم لخديجة وزواجه منها. كانت خديجة بنت خويلد أرملة ذات شرف ومال، تزوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عتيق بن عائز، ثم مات عنها فتزوجها أبو هالة ومات عنها. أنتوا عارفين الشيعة أكذب فرقة انتسبت إلى الإسلام، يعني الكذب وصل لحاجات مفضوحة. يعني هم بيقولوا أبو طالب ده في الجنة لأنه عم الرسول، عشان هو أبو طالب وهو عم الرسول، وشككهم حتى في أولاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقولوا إيه؟ فاطمة دي بنته بس. طب رقية وأم كلثوم؟ قال: لا، ده ولاد أبو هالة، دول بنات أبو هالة، النبي راح لقاهم عند خديجة، يعني عشان خاطر لا ينال عثمان شرف الانتساب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم شاتمين في عثمان وشاتمين في عمر وشاتمين في أبو بكر، هو بس علي وبس وفاطمة بس، والباقي دول مش ولاد النبي. يعني من الكذب المفضوح. يعني كانت خديجة بنت خويلد أرملة رضي الله عنها ذات شرف ومال، تستأجر الرجال ليتاجروا في مالها. فلما بلغها عن محمد صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته وكرم أخلاقه، عرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا. النبي عليه الصلاة والسلام راح للشام وهو تاجر، وراح لها مرة تانية وهو إيه؟ مقاتل في غزوة في غزوة تبوك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وسافر معه غلامها ميسرة. وقدم إلى الشام وباع واشترى،
وكانت رحلته سببا لزواجه من خديجة بعد أن حدثها ميسرة عن صدقه وكريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت، وقد ولدت له غلامين وأربع بنات، القاسم، وكانت كنيته أبو القاسم، وعبد الله، وقد مات صغيرين قبل البعثة. القاسم وعبد الله مات صغيرين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. أما بناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد أسلمنا وهاجرنا إلى المدينة وتزوجنا. هذا وكان عمره عليه الصلاة والسلام حين تزوج خديجة 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة. دروس وعبر من التجارة والزواج بخديجة. من الدروس إن الأمانة والصدق أهم مواصفات التاجر الناجح. 2، إن التجارة مورد من موارد الرزق التي سخرها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وقد تدرب على فنونها. يبقى رعي الغنم أولا، ثم التجارة ثانيا. 3، لقد اختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم زوجة تناسبه وتؤازره وتخفف عنه ما يصيبه وتعينه على حمل تكاليف الرسالة. هذه الفترة من حياة النبي كان يناسب فيها خديجة ولا يناسبه فيها عائشة، صح؟ لأن في بداية البعثة ويأتي من مقابلة جبريل في الجبل ويرتعد عليه الصلاة والسلام ويقول زملوني وزملوني، كان محتاج زوجة في سن الأم، صح؟ لو كانت عائشة كانت عملت إيه؟ ربنا اللي بيختار سبحانه وتعالى. 4، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق مرارة فقد الأبناء كما ذاق مرارة فقد الأبوين من قبل، وقد شاء الله تعالى وله الحكمة البالغة أن لا يعيش له أحد من الذكور حتى لا يكون مدعاه لافتتان بعض الناس به، أو يدعوا لهم النبوة. يقول اشمعنى سليمان ابن داود نبي؟ طيب ابن النبي نبي، كان ممكن يتقال كده. وقد شاء الله تعالى وله الحكمة البالغة أن لا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور حتى لا يكون مدعاه لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة. 5، في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة ما يلجم ألسنة الحاقدين الذين صوروا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل الشهواني الغارق في الشهوات، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش إلى سن 25 من عمره في بيئة جاهلية عفيف النفس، كما أنه تزوج من امرأة لها ما يقارب ضعف عمره وعاش معها إلى أن تجاوز مرحلة الشباب إلى مرحلة الكهولة ودخل في سن الشيخوخة، وقد ظل هذا الزواج قائما حتى توفيت خديجة عن 65 سنة.
عن كم؟ 65 سنة، وهو قد ناهز 50 من عمره صلى الله عليه وسلم دون أن يفكر خلالها بالزواج بأي امرأة أخرى. أما زواجه بعد ذلك من السيدة عائشة وغيرهن فلكل منهن قصة، ولكل زواج كان له حكمة. إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الإرهاصات خوارق العادات قبل البعثة، وبعد البعثة بنسميها معجزات، ولغير النبي بتسميها كرامات. من هذه الإرهاصات تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. فعن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم. ومنها الرؤيا الصادقة، وهي أول ما بدأ له من الوحي، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الحديث رواه البخاري. وحب إليه العزلة والتحنث، يعني التعبد، فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك صلى الله عليه وسلم. سنتوقف عند عنوان نزول الوحي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.